شاركس بيقولوا إن كل واحد ليه من اسمه نصيب. يمكن تكون المقولة دي اتعملت علشاني أنا. أنا إرادة فتاح، المدير التنفيذي لشركة إيراكير لصناعة مستحضرات التجميل، وجاية بطلب 9 مليون مقابل 20% من إيراكير. أنا النهاردة مش جاية أتكلم أبداً على إن ده بروجكت، ده حلم طفولتي. من أيام ما كنت بشوف بابا عنده كولونيا الشبراويشي، كنت بقول لنفسي إن أنا كمان لما هكبر في يوم من الأيام هيكون عندي المصنع بتاعي. في الحقيقة أول ما احنا قلنا كوزموتكس، أكيد الحاجة اللي جت في بالكم الكحل والروج والمسكرة. إيراكير مش بتهتم بالجزء الديكوريتيف، احنا بنهتم بالكوزميسيوتيكال، يعني مستحضرات التجميل اللي ليها أثر علاجي على البشرة. زمان ما كناش بنسمع الكوزميسيوتيكال أو أصلاً المصطلحات دي وأكسدة البشرة، لأن احنا ما كناش بنتعرض لأكسيديتيف ستريس زي ما بنتعرض له الفترة دي، أو إن في بلوتانس كتير قوي حوالينا. احنا محاطين عموماً بكمية تلوث كتير قوي، ده مش بيأثر على بشرتنا بس وشعرنا، ده كمان بيأثر على الفيتال أورجانز عندنا. بدأت تظهر فيه مشاكل في البشرة ما كانتش موجودة زمان، علشان كده الكوزميتولوجي طورت نفسها علشان نقدر نوصل إن احنا نعالج المشكلة اللي موجودة توبيكال. احنا مختلفين في ايه؟ احنا بنقدم برودكت يعني الكواليتي بتاعته عالية جدا، مش موجودة في السوق المحلي. الكونسنتريشن بتاع المادة الفعالة ممكن برضو يكون مش موجود في السوق المحلي. الحاجة برضو الاكسبشن ان احنا عندنا مالتي فانكشن في البرودكت، يعني بدل ما انت بتستخدم برودكت 2-3 احنا حاطينهم لك في برودكت واحد. ده هيدي سينرجيستيك افكت، يعني تأثير عالي جدا، وكمان في نفس الوقت هيكون ايكونوميك. اسمحوا لي اقول لكم ان القصه دي كلها بدات ب 186 جنيه. 186 جنيه مش 186 الف. دول كانوا 8 حوالات بريد، انا بعتهم جبت بيهم ربع كيلو زبده شيا، ربع كيلو شمع عسل، و12 جار حطيت فيهم اول برودكت انا عملته في المطبخ طبعا في البيت. تمام. بعد كده انا فرغت كل طاقتي اني اذاكر من اول اي بي سي صيدله علشان اقدر اطلع برودكت مش موجود في السوق المحلي. أنا ما حبيتش إن أنا أكون عقول عبد الصبور دفتر 118 والصيدلية والمستشفى، أنا ما حبيتش الموضوع ده خالص. مش أنا، يعني أنا بحب دايماً يكون في عندي innovation، أنا موجودة. لأن أنا دخلت صيدلة بإرادتي، رفضت كلية طب، رفضت أسنان، أنا عارفة نفسي أنا هعمل إيه. شكلك موسى. مش قوي يعني. دخلتها بإرادتي. المية 186 جنيه فضلت ان انا اشتغل عليهم، حوشت القرش على القرش بالطريقه بتاعت عبد الغفور البرعي بالظبط. وصلنا لحد ما بقينا إيراكير، طورت البرودكت لحد ما وصلنا عند المرحله دي. كان لازم جدا ان احنا نتفرغ في المرحله اللي في النص دي. انا وجوزي اتفرغنا تماما علشان خاطر ندير مشروعنا. كل الناس طلعت من 2020 متدمره، قدرنا نبيع مبيعات في 2021 560 الف جنيه، برافو، بمعدل 11 الف يونت. 2022 كانت المبيعات 1.6 بمعدل 47 ألف يونت. 2023 5.3 بمعدل يعني حوالي 120 ألف يونت. برافو. الحقيقة برافو. يعني لو في كاس هنديهولك. احنا فخورين بيك. ميرسي. شكرا. خطيرة. ميرسي. بقى عندنا حوالي 30 برودكت، ونطمح ان شاء الله في الفتره اللي جايه 2024 يكون عندنا حوالي 40 برودكت احنا اوريدي شغالين عليهم، ولسه عندنا احلام كتير يعني نتمنى تساعدونا فيها، عشان كده احنا هنا. برافو برافو برافو. مش عقول عبد الصبور بجد، يعني قابلت النهارده عقول عبد الصبور الحقيقيه. هي ما كانتش موجوده في البيتش اصلا، بس هي جت كده لما شفتها. سبحان الله. سبحان الله. طيب انا عايز اسالك، انتوا بتصنعوا الحاجات دي فين؟ احنا دلوقتي عندنا مصنع في سوهاج، وعندنا شركه، عندنا ثلاث فروع، دول منافذ بيع للبرودكتس بتاعتنا. الفرع الرابع خلاص يعني within days ان شاء الله هيكون يعني افتتحناه باذن الله. ليه سوهاج؟ عشان انا من سوهاج. في المنطقه الصناعيه هناك. طب وعندكم مصنع ومرخص ومكن؟ يعني احنا عندنا شهادات على الحاجات اللي بتعملوها، اللي هو يقدر يكفي الاحتياج اللي احنا بنعمله الفتره الحاليه. يعني بتعملي كام يونت مثلا؟ بت بت
بتصنعوا كام يونت؟ احنا بنشتغل حوالي يعني 30 برودكت. ممكن اليوم مثلا لو احنا هنشتغل يعني حاجه واحده ممكن نعمل مثلا حوالي 3000 مثلا يونت مثلا النهارده. بتبيعي في سوهاج ولا القاهره ولا الاثنين ولا اكتر البيع سوقك فين؟ ايه اكتر سوهاج؟ طبعا سوهاج هو يعتبر اكبر اسواق. لكن احنا لو في مثلا على الناس اللي بتسالنا مثلا والصفحات بتاعتنا اللي هي على السوشيال ميديا، لا ناس كتير بتسالنا طبعا في كل المحافظات. والماركتنج اللي بتعمليه شكله عامل ازاي؟ اللي عارف يوصلك للنقلات دي لحد دلوقتي بالمبيعات اللي احنا عاملينها دي، احنا ما عملناش اي حاجه سبونسرد. برافو عليكي. هي ما فيش ماركتنج. هي كل الفكره ان احنا لما بدانا في سوهاج عملنا حركه حلوه كده اهو، انا محدش يعرفني وانا اوريدي يعني في كومبيتيشن والسوق مليان بالاخر، يعني السوق مليان. عملنا حركه كويسه، اللي هيجي يوم الافتتاح ان شاء الله هيتعمل له كارت في اي بي ساري مده سنه بخصم 15%. هي خطيره. تمام. بعد ملكه الماركتنج يعني. برافو عليك. بعد كده السنه اللي بعدها، طب ما انا برضو لازم اغريك تاني. عملنا بقى الناس اللي هتيجي جديد، طب انت هتفضل هنعمل لك 15%، طب انا ايه الفرق عني وعن الناس تانية؟ لا ده انت سوبر في اي بي بقى 20% خصم لمدة سنة، ما انا برضه لازم اجيبك. عملت ساز موديل بتاعها. طبعا بالظبط بالظبط. احنا الهدف عندنا مش عاوزة اقدم حاجة كوميرشال، لان السوق مليان بالحاجات الكوميرشال كتير، فانا محتاجة اعمل براند يعيش سنين، يعيش يعني بعد ما انا اموت، مش يموت وانا عايشة، مش عاوزة اوصل لحد كيرف بعدين يحصل له ديكلاين او حد يجي يعمل لي كومبيتيشن. يعني بجد بجد انت اشتغلتي عشان تعرفي حقيقة النجاح في الدنيا. واللي انت بتقوليه ده حقيقة النجاح، ان انت ابتديتي من بذرة صغيرة دي، عشان ناس كتير قوي بتقولك لا انا هقعد لغاية ما يجيلي كذا وكذا وكذا، البذرة بقت شجرة وانت عايزة تسيب الشجرة وهي تكبر لوحدها، بتكبر واللي احنا بنسميها سستينابيليتي او ان هي تبقى مستمره وموجوده. فانت يعني اسمها اراده يا جماعه. اراده. اسمع مين اللي مسماكي، باباكي ولا مامتك؟ بابا الله يرحمه. هو كان يعني هم كانوا زعلانين ان انا بنت كان بصراحه. كان راجل عنده لا لا هي جدتي كانت زعلانه ان انا يعني اتولدت بنت وهم كانوا عاوزين ولد، فقالت اراده. بابا الله يرحمه. شوفي البنت اراده. شوفي البنت بقى بقت عامله ازاي. مش هردها يعني. انا عاوزه برضو اقول حاجه، يعني مبدئيا احنا بنغير الباكجينج الفتره دي، يعني الباكجينج بتاعنا حاليا متواضع، احنا بس ما لحقناش ان احنا نيجي بيه لان هو لسه قدامه شهر تمام على ما يجهز. في اللي هو الكريم اللي قدام حضراتكم ده الابيض، اللونه ابيض. ده كريم احنا ابسط حاجه بتحصل في البشره ان هي يحصل لها دراينس، تجف، بيحصل فليكس، بيحصل فيشرز، البشره بتتشقق، دي بتبقى عرضه ان البشره يحصل لها انفكشن. الانفكشن ده ممكن يعني يبقى بكتيريال، يوصل لاكزيما، يوصل لمشاكل كتير جدا لو البشره ما ترطبتش. من الحاجات اللي بتعمل ريجافينيشن وبتعمل رينيوال للبشره كويس قوي الكولاجين. علشان نجيب حاجه كولاجين موجوده في مصر، مش هتكلم على حاجه بره، موجوده في مصر اقل حاجه 160 جنيه. وعلشان اجيب حاجه فيها سكوالين تمام دي برضو حوالي 160 او 180 جنيه. بالمناسبه السكوالين ده ماده بتشبه الدهون بتاعه البشره، بتستخرج من الشاركس. صح. وكمان هنحط كل شويه بقى وانت ماشي يعني خلصوا علينا. من الليفر اوف شاركس كمان. بالظبط. لا لا انت خطيئه، انت ممكن على فكره لو شاورت لك هتخش تجيبي. علشان اجيب البرودكت ده والبرودكت ده والبرودكت ده احطهم مع بعض، فانا هصرف حوالي 500 جنيه وشويه، وانا برضو باخد منتج لوكال ب 75 جنيه. ازاي بقى؟ فهميني دي، فهميني اقول لحضرتك حاجه، انا مش حابه ان انا ادي حاجه يعني كوميرشال، يعني انا مش هدفي قوي. انا طبعا خارجه عشان خاطر اتربح، لكن مش هدفي الاساسي ان انا هعمل الحاجه مثلا تكلفتها تكون عليا مثلا يعني جنيه بس انا هبيعها ب 50. يعني انت المارجن بتاعك قد ايه؟ المارجن بتاعي حوالي 50%، بعد ما بنطلع يعني المصاريف وكده بيبقى عندي 30%. طب انا عندي سؤال. اتفضلي. الكومبيتيشن. يعني بنسمع على براندز بقى كتير جدا في مصر زي ايفا كوزماتكس وغيره والكلام ده كله. طيب. موقفك ايه بالكومبيتيشن؟ يعني مثلا هم سعرهم ايه؟ هل انت عندك ايه الادفانتج او الادج بتاعك اجنست العمالقه دي دلوقتي؟ هقول لحضرتك حاجه، في سيروم دلوقتي قدام حضرتك ممكن تشوفيه، العلبه البيضه النايسيناماي.
انت عجباني قوي الثقه اللي انت فيها بجد وحياه ربنا. لا والله انا سعيده جدا. الكومبيتيشن هنا اهو. انا النايسيناميد عند 2% بيدي افكت معين، عند 5% بيدي افكت معين، عند 10% بيدي افكت معين. اغلب الناس بتشتغل بال 5%، انا بشتغل بال 10%. ال 10% ده موجود في براند معين كده اهو بره مصر، الكوست بتاعه حوالي 660 جنيه، ولما بيعمل اوفر عليه بيكون 500 جنيه، احنا بنشتغله ب 135. ايه الفرق بيني وبين اللي موجود جوه مصر؟ في حاجة علشان أنا أدي لك الريولوجي أو الملمس بتاع السيروم، فأنا بستخدم حاجة اسمها جيلينج إيجنت. إرادة هكلمك من وجهة نظر الكونسيومر. أوكي؟ من وجهة نظر المشتري. المشتري بيثق في البراند، في براندات وصلت انه انا بثق فيها عشان البراند ده معروف جدا او كده، بس هو ده اللي حصل معايا. الموضوع بيتغير. بس التاني انا عايزه اسال ال- ال- السعر بالنسبه للسوق، ما انا جاي لحضرتك البرايسنج بتاعه عامل ازاي. احنا مش بنستخدم اللي هو الجمز علشان نعمل جيلينج ايجنت. انا بستخدم لك هيالورونيك اسيد. انا عندي كومبيتيشن في الماده الفعاله، وعندي كومبيتيشن في البرايس. يعني اللي انت بتقوليه كله حلو، وانا منبهر بانك من سوهاج وكده، ويعني عشان انا احسن انفستمنت عملته في شارك تانك لحد دلوقتي كان من اسوان، فيعني جنبكم. فلكن اللي هي بتكلم عليه، الراجل اللي واقف في الأجزخانة بينقي كوزماتيك ما عندوش وقت انه يسمع كل الكلام اللي انت بتقوليه ده، فهو يا اما بيشتري على سعر، يا اما بيشتري على براند معروف، يا اما بيشتري على سبيسيفيكيشن معينه هو بيبقى عارفها. فهي دينا عايزه تعرف انت ايه من التلاته دول اللي عندك. بتاعي انا عندي عشان احنا لو دخلنا هنخش عشان نزود واحده من التلاته التانيين. اوكي، انا عندي برايس تمام. اللي جوه مصر اللي مش بيستخدم الهايلورونيك اسيد اصلا بيستخدم جم، الجم ده رخيص جدا. يعني البرايس بالنسبه 135 جنيه، هو بيبيعه ب 180 بلس، ان انا عندي هايلورونيك اسيد هو ما عندوش. انا عندي كومبيتيشن في الاثنين. انت شايفه ان سعرك كومبيتيتيف؟ طبعا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انت بتصنعي الحاجات دي على رولز معينه؟ رولز طبعا، احنا ماشيين بالاوروبيان ريجوليشن. يعني انا قصدي لو انت مش موجوده في المصنع، المصنع هيطلع كل مره بالكواليتي ديت ولا؟ هو انا لحد دلوقتي انا اللي بشتغل كل الاوبريشن. ما هو انا مش ده بقى مش مطلوب. سيرتيفيكيشن يعني عندك سيرتيفيكيشن؟ احنا ده جزء من ال 9 مليون، جزء من اللي انا طالباهم ان احنا عاوزين نطور الاوبريشن ويكون في معايا ناس ابقى يعني واثقه فيهم ان هم يطلعوا لي الكواليتي اللي انا عاوزاها. هو انت هتعملي السيستم اللي يخلي الناس اشتغل بسبيسيفيكيشن معينه. انا بحب الانوفيشن، ما بحبش ان انا اخد منك كوبي بيست وبعد كده يعني تبقى. انا عندي سؤال، انا ما فهمتش حاجه في النص معلش. المواد الخام اللي انت بتستعمليها كلها من مصر؟ ده اللي فهمته. اغلبها ايطالي. ايطالي ايطالي. فبتستوردي الهايلورونيك؟ انا بجيب من مستوردين، وده برضو جزء من التسعة مليون، ان احنا محتاجين ان احنا نستورد لنفسنا، فده هيوسع عندي المارجن. لا، والمشكله كمان في المواد الخام انها فولاتايل، يعني الاسعار بتعلى وتجي وتطلع وتنزل ومش ثابته. معلش ده يعتبر اورجانيك كوزماتكس؟ لا، ميديكيتد. ميديكيتد يعني كل حاجه في البرودكتس دي فيها كومبيتيشن عن حاجه تاني. يعني استاذنكم في الميسيلر ووتر او التونر موجود كتير قوي في مصر وبره مصر. في عندي الكومبيتيشن هنا في ايه؟ انا مديالك البرودكت ده في كميه اسيدز كتير قوي، وفي حاجات بتلطف البشره ويعني ليها افكت كبير قوي. اغلب المواد دي بيدوب في الايثانول. انا بدوبش في ايثانول. انا قعدت وراه 8 شهور علشان اقدر ادوب المواد اللي جواه من غير ما احط ايثانول. مش عاوزه ابقى شبه حد. يعني اليوم اللي ده فيه في الايثانول انا اتحولت لفؤاد المهندس ايها الناس. برافو. يعني داب تمام. بلس ان انا برضو يعني الكومبيتيشن برضو عندي في السعر، يعني 65 جنيه اقل حاجه في الميسيلر ووتر، 155 160 جنيه علشان تاخد حاجه فيها كميه الاسيدز اللي موجوده في دي. بتبيعي اونلاين؟ مش فاهم قوي بس انا اقتنعت بصراحه. ده شرف ليا. الكوست اوف ماتيريال قد ايه بالنسبه للحاجه اللي بتتباع ب 65 جنيه؟ الازازه يعني بالميه اللي جواها بكله حوالي 50%. البروفيت مارجن 50%. 50%. 40% منها
الازازه ممكن كده الباكجينج بيكلف الباكجينج حوالي 40% اكتر من البرودكت نفسه. النت انكم كان كام؟ 5,300,000 يعني 30% ان شاء الله، ممكن نقول يعني حوالي 1,500,000 نت انكم 30%؟ لا لا عباده نت بروفيت. نت بروفيت بتوزعي باي طريقه؟ معلش سوري از ذا سيم كويستشن. احنا عندنا الحمد لله الفلو بتاع الفروع عندنا كويس جدا، كويس جدا بالنسبه ان احنا في سوهاج وحققنا الارقام دي في سوق كبير قوي من يعني الكوزماتكس كتيره قوي السوق بتاعها، طب والكومبيتيشن كبيره قوي، فيعني احنا بصراحه بس يعني انت ما عندكيش ارقام للسوق. لا 40 مليار. سوق كبير قوي. 40 مليار. 40 مليار. هو سوق كبير قوي. متفوق على المتفوق على الادويه بادويه تقريبا حوالي 36 والجروس 36 36 والجروس بتاعه 4%. الناس بتدفع اكتر في اللي بيبوظ اكتر من اللي لا لا مش كل الحاجات بتبقى بتبوظ، في حاجات مثلا في الحاجات الادويه يعني انا ببقى مضطر ان انا اخدها بس ممكن تعملي شويه مش شويه دراينس شديد مثلا في شفايفي، الموضوع بيبان ان هو شويه الم في الشفايف او بيلينج او ايا كان، لا ده برضو ممكن يحصل لهم اكزيما وبليدنج والموضوع بيكون صعب جدا. حته الليب بالم الصغيره دي لا يعني. طب انا ممكن اسالك سؤال واحد فضل. بس تجاوبي بصراحه. طبعا انت بتستعملي كل الحاجات دي على طبعًا. نفسك طبعا على قبل ما بطلع على نفسي. على نفسي طبعا. طيب خلاص. وقبل ما بطلع اي برودكت عندي جربي انا ببقى مجرباه على نفسي وعلى اخواتي وعلى اولادي وعلى كل حاجه طبعا. طالما على اولادك يبقى احنا طبعا احنا مفيش ولا حاجه عندنا من بره. بتسجلي الخلطات بتاعتك؟ يعني انا بعمل لها يعني ديكومنتد بس انا بصراحه حاطاه في مكان سر. لا ما هو ده بقى اللي انا عايز اقول لك عليه، انك انت لازم تتحولي الى مؤسسه يعني يعني ان شاء الله انا اطمح ان شاء الله في شارك تانك سيزون 5 ان انا اكون حاطه كرسي سادس جنبكم هنا باذن الله. يا سلام يا ريت. تعالي مكاني من دلوقتي انت تستحقي المكان ده من دلوقتي. عندي سؤال واحد بس، حضرتك حلمك ان انت في الارقام في مثلا في 3 سنين من دلوقتي حلم بس كده تبيعي بكام؟ احنا متارجتين ان شاء الله السنه اللي جايه يعني مثلا نكون مثلا بنبيع حوالي مثلا 8 مليون، السنه اللي بعدها ان شاء الله نكون مثلا حوالي 16، السنه اللي بعدها ان احنا نوصل مثلا لا بشارك ولا من غير شارك؟ لا من غير. طب لو بالشارك؟ لو بالشارك اول حاجه هبدا بيها السنه اللي جايه حوالي 10 مليون عشان طبعا هيبقى في جزء كبير قوي للدعايه عشان خاطر اقدر اعمل بنتريشن كبير قوي، لكن السنه اللي بعدها يعني نقول مثلا 24 مليون ندخل على السنه اللي بعدها اللي هي الثالثه باذن الله، يعني ندخل في نصها كده على 48 وفي اخر السنه ان شاء الله نكون حققنا رقم اكبر باذن الله، مش هحجر طبعا على كرم ربنا. وعندك المصنع الكاباسيتي يقدر يشيل الاكسبانشن؟ لا لا لا. المصنع عندك قد ايه؟ المصنع حوالي 300 وشويه 340 متر. وعندك مكان باكينج مصري؟ عندي لا عندي مكان طبعا، لا عندي اللي هو الميكسر وعندي اللي هو المكان اللي احنا اوريدي بنعمل بيه كل الاوبريشنز دي، بس علشان احلامي تكون يعني مناسبه لا انا محتاجه ان انا اطور الاوبريشن اطور المكان، محتاجه ان انا اعمل ديستريبيوشن في اماكن كتير. محتاجه كم متر؟ يعني مينيمم 2000 2000 متر مينيمم. انا فعلا مبهوره، ست من سوهاج وابتدت ب 186 جنيه وعرفت توصلي انك بتعملي استاذنتها بقى مبيعات ب 5 مليون جنيه. بس حافظه عامله ايه دلوقتي؟ لا مبسوطه خلاص تمام، هم بيجوا معايا المصنع مبسوطين. ربنا يبارك. لا بمنتهى الامانه حاجه مبهره. البست سيلر بتاعك ايه؟ البريد اند جوكر. جوكر. يعني هما كلهم جواكر بس اقدر اقول مثلا ان حاجه زي الشامبو احنا بنطلع منها تقريبا يعني السنه دي اكتر من 16,000 يونت. بكام الواحد؟ 93 جنيه. ايه الفرق بالشامبو بتاعك؟ دي الحاجه الوحيده اللي الواحد احنا رجاله بنفهم يعني هو الشامبو. انا هقول لحضرتك اغلب الشامبوهات اللي موجوده بتنشف الشعر بتعمل ستريبنج او بتسحب الزيوت بتاعه الشعر بتعمل فوم كبير قوي، ده المصطلح اللي موجود عند الناس لازم يعمل فوم كبيره عشان خاطر ينظف. لا احنا كل اللاين بتاعنا شغالين ان احنا واخدين الاتجاه ان هو يكون مايلد، يعني حتى لو بيبي صغير يقدر يستخدمه، يعني اللي هو حتى الفراجرانس بتاعته قليله فري سلفيت ما فيهوش. واحد اللون اخضر. وجبتي الكلمه منين؟ سانتيه جبتيها منين؟ يعني انا لا دي موجوده الكلمه دي في سوهاج.
سانتي معناها صحي بالفرنساوي. ايوه اه صحي. حلوه قوي. وعايزه اقول لك الكوره في الفرنساوي زمان فانا هي كانت معلقه معايا. لا والفونت حلو يعني عندك ذوق في اختيار الفونت حلو. الكلمه حلوه. ذوقي حلو. ما بتستخدميش سانس ولا ايه؟ مش عارف لو انا لا بتكون مايلد قوي خفيفه جدا. لا بس ريحته حلوه. ده بالالوفيرا. وبرضه في ريسلفيت وفي بره. بتجيب الالوفيرا من عندكم؟ لا طبعا بنجيبه من حد بيشتغل لنا الهيدروجين. يعني ده منتج سوهاجي 100%. انت مبهره. وبعد التريتمنت كمان بتاع الفيلر والبوتوكس والمبهره. انت مبهره. ان شاء الله ناخدها يعني. لا لا ده كان اعلان ببلاش. الكلمتين دول بقى الاوفر عندي بقى انا جاهزه. الكلمتين الاعلان دول لوحدهم لو تعرفي ثمنهم كام. عشان تعرفي يعني. شكرا. انا قبل الاوفرز عايز اقول لك ان انا هساعدك في الديستريبيوشن. انا عندي شركه بتوزع على صيدليات. الله. هساعدك في الديستريبيوشن كده كده لو اي حاجه. انا فخوره جدا ان انا موجوده النهارده. وحتى لو ما اخدتش الديل انا بثق جدا ان ربنا مش بيحط حد في مكان غير عشان خاطر يوديه. خلاص احنا حبيناكي هنحبك ايه اكتر من كده. لا احنا مبسوطين. لا انتي وفعلا اراده فعلا اسم على مسمى قويه وفاهمه كويس قوي وما شاء الله. انا تخصصت في الكوزميتولوجي من جامعه اسيوط بتقدير ممتاز. انا فرغت نفسي. جامعه هايله. اصلا انت تقولي افر بالنيابه عننا كلنا. عننا كلنا. انا اخش لوحدي. شفتوا بقى. انا جايه اهدي النفوس يا جماعه. لا لا هقول لك ليه بس خليهم هم يقولوا الاول. يرموا ورقهم. اوكي. مين بقى كلنا ولا هم ولا مين؟ الاربعه. ما انت بقى قلتوا الاربعه. ايه العرض بتاعك؟ طيب انت احنا عندنا فارماسيوتيكال كومباني. اوكي. والفارماسيوتيكال كومباني هي اوريدي عندها الديستريبيوشن بتاعها وعندها المصنع بتاعها هنا في اكتوبر. فهيبقى سهل قوي بالنسبه لي كل الحاجات اللي انت بتستخدميها. في كمان تكنولوجيز او في كمان حاجات انا محتاجه ان انا ادخلها فيها. بس مش هتسيبي مصنع سوهاج. لا يعني ده خير والبركه. فعشان كده انا حاسس ان انا يعني هقدر اخدمك اكتر. بس انا النهارده الفارماسيوتيكال كومباني دي عندي فيها شركة فلازم يخشوا بطريقة معينة. فعشان كده يعني الأوفر بتاعي أقوله لك دلوقتي إن هو 10 مليون مقابل 50% بلس واحد. أوكي. بس أنت الأربعة مليون جنيه والعشرين مليون جنيه والثمانية مليون جنيه غالبا هيروحوا ممكن بسرعة جدا. يعني ممكن بدل ما أنا طرطاية كده أبقى طرطاية كده. يبقوا 100 مليون جنيه. I don't know 150 يعني عشان هو أوريدي الرشة بتاعته في السوق مش يعني ان هو يقدر يوزع مظبوط. وهم ابتدوا قريب جدا بقالهم سنتين ثلاثة في كوزموسوتيكلز. تمام. اوكي. فده ده الاوفر بتاعي. والبراند بتاعك يفضل زي ما هو وانت تفضلي الاكزيكتيف او الماركتنج دايركتور بتاع بتاعك. احنا الثلاثة هتخش معانا؟ هخش معاك. لا ما انا خدها معايا بقى لو انت. الله لا ايه الجوكر هنا ولا ايه؟ انا مش جوكر. لا انا قلت لك كده كده هجيب لك شركة ديستريبيوشن. وانا فوق البيع. هتروحي هنا فوق البيع. هتروحي هنا فوق البيع. يعني ملهاش دعوة بأي حاجة. وهتساعدك كده كده في الديستريبيوشن. احنا الاربعه نديك عرض ب 45% مقابل 10 مليون جنيه. وما فيهاش تفكير يعني اصلا يعني. طب ما فيهاش تفكير طبعا. احنا مش ما عندكش مصنع. هيبقى فيها تحديات. لا هنجيب لك مصنع. احنا شايفين هجيب لك مصنع بقى وندخله وزاره الصحه. 10 مليون جنيه دول مش هيكفوكي في اللي احنا بنفكر فيه. ده حقيقي. انا كنت عاوز اطلب اكتر بس اتكسفت بصراحه يعني. لذيذة جدا. احنا شايفين انها هتبقي محتاجة اكتر من كده. ومحتاجين احنا عشان ندخل يعني باسمنا لازم تبقى في ستاندر معينة ويبقى في طريقة في الشغل معينة. فهنشتغل مع يعني مع بعض على كده. وانا عندي برضك شركة ديستريبيوشن في اسوان هحاول انها تساعدنا. بيبيع لك شك بتاع شوكولاته وبتاع هيبيعوا شوكولاته. بس انا عايزه اقول لك حاجه على فكره. اتفضلي. عشان الواحد يبقى مريح ضميره. عشان انت ست والستات بتكون عايزه تساعد بعض. بلاش ضمير زياده. مش ده اوفر يعني لينا احنا الاربعه فيرسز اوفر من واحد. والاوفر بتاعنا ممكن يبقى احسن ب 5%.
انا بقول لك اسهل بكتير التعامل مع انفستور واحد عن ما الواحد يبقى بيتعامل مع ديفرنت انفستورز. دول قرار في وانا هاخد هند معايا بقى لو انت خدتيني هاخد هند معايا غصب عنها. بس برضه على فكره عايز اقول لك انا باي 2 جت 1 ده حق دينا. بس برضه لما يكون عندك اربعه مع بعض كل واحد عنده عدد كله عنده واحد قيمه مضافه مختلفه حاولي تجمعيهم مع بعض بس يوم. دلوقتي اليومين دول في فيديو كونفرنس وبتاع مش لازم تجمعيهم في يوم يعني ممكن نعمل كل حاجه. انا بس اكونسلت طبعا. طب استني بس استني بس عشان بس. لازم برضو هنا انت هتخش معايا انا لو روحتي معاها هدخل معاها معلش يا حبايبي تمام كونسلت اتفضلي شكرا. هتكونسلتي مين؟ زوجك العزيز طارق هو الفاوندر برضو. طب عايزين نشوفه اوكي. لا بس طب خليها تتكلموا مع بعض عندكم لغه معينه بتتكلموا بيها مش هنفهمها. لا عشان نتكلموا الاول وبعد كده تعالوا اوكي تمام ماشي. سي اراده برافو والله العظيم برافو حاجه عظيمه. وهي بعد الحلقه دي انتوا هتشوفوا اصلا المبيعات بتاعتها هتعمل ازاي. سعيد مصر يا جماعه فظيع كله نماذج بجد دي برافو. اهلا اهلا طارق عامل ايه؟ اهلا ازيك ايه ده ولابسين نفس الالوان وايه هي جت صدفه جت صدفه. طب عايز اسالك سؤال اتفضل. سهله المدام في التعامل معاها ولا صعبه؟ عايز اقول لك حاجه انت في حته بيضه هنا كده لوحدها حتت. لا انا واخداها كده اقول لك حاجه احنا فاصلين جدا الشغل بتاعنا. انا بتكلم في البيت مش شعب الشغل في البيت. لا هي حكومه ماشي كده بقى كده حكومه ولا ايه؟ برافو عليك برافو عليك. على فكره احنا كلنا زيك انا بس بستفسر بس عشان كده علشان انا عارف ان كلنا كده. بس هي انا احب اشوفك بس ايه جيت معايا من الاخر. عايز اقول حاجه بس الاول يعني انا بشكر اي حد او كل حد وثق فينا امن بينا في الاول دعمنا ان احنا واقفين في المكان ده قدام ناس يعني انتوا طلعتوا وقدرتوا من ولا حاجه تعملوا حاجه كبيره جدا وجميله ومخليه الناس قاعده تتخانق عليها. ده شرف لينا. خدتوا قرار؟ خدنا قرار. قراركم يعني هناخد الاوفر بمقابل بس هيبقى في تعديل شويه. اتفضل قول ممكن اقوله. هيبقى مثلا 35% مقابل 10 مليون اوكي. هيبقى في نسبه على لحضرتك من الايتيمز اللي هتتباع تمام سنويه ويبقى في ويبقى في تارجت معين لو حققنا ينزل ل 30%. انا عندي مشكله واحده اتفضل اوكي. ان الشركه دي هي شركه مدرجه في البورصه اوكي وهم محتاجين ان هم الارقام بتاعتكم بتاعت المبيعات عشان يبقى هما مهتمين فعلا تبقى بتطلع على الارقام بتاعتهم. انت النهارده كنت عامل حسابك على ارقام معينه السنه الجايه واللي بعديها وكذا اكيد. نقول لو الارقام دي ما اتحققتش بترجع تاخد انت نسب تاني يعني اللي هو هترمي الكوره في ملعبك. معلش يا ايمن عايز اقول حاجه من غير ما اقطعك. لو الكونسوليديشن بتاع التوب لاين ممكن تاخد كنترول تيرمز وتعمل كونسيديشن توب لاين ستيل. طب هقول لك حاجه بص خلينا نتفق على الاتي. نتفق ان 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 ان, إن بال10 مليون جنيه قيمه 35% اوكي بدل 30 وال15% الزياده دول نقدر نشوف هنعمل فيهم ايه نقيمهم. يعني انا لو رجعت قدرت الاقي زي ما احمد بيقول ان انا اقدر احاول اعمل ريفلكشن على الارقام من فوق اوكي. لو مش قادر يبقى هنشوف قيمه ال 15% على نفس الفالويشن ونديها لكم حتى يبقى مبلغ بره يعني بسميه سكندري يعني كاني بشتري منك اسهم. طب معلش ايمن ممكن اصل انا بحبهم فيعني حتى لو الموضوع طار مننا صراحه. يا باشا بالعكس انا قصدي لو ايمن خد 50% ويبقى لكم بعد اذنك ايمن يعني لو الاوفر مناسب لايمن
ياخد وتاخدوا 15% مانجمنت فور ذا كامينج 2 3 ييرز، بحيث تقدر تعمل كونسوليديشن وفي نفس الوقت يبقى هم. لا انا ممكن اديهم مانجمنت لو هم يعملوا الكوميرشال مانجمنت اديهم 10% من الارباح اوكي كل سنه طول ما هم بيعملوا مانجمنت. حلو قوي، يبقى انت كده تاخد 50% و10% الارباح. احنا اوريدي بناخد يعني حاطين لنفسنا احنا متفرغين تماما 25% من احنا متفرغين تمام. انا كنت شغال في السعوديه ونزلت لا لا غير مرتبكم غير مرتبكم غير مرتب غير مرتب اه انت تاخد 10% يعني انت هتاخد مرتب. لا ما هي بتقول 25% من الارباح هي واخد ما هي هتحط لنفسها مرتب أوكي. اللي هو نفس المبلغ اللي هم بياخدوه النهارده او مرتب تاني وهياخدوا 10% زياده من الارباح يعني كل ما الشركه يبقى فيه ربح هتاخد 10% قبل ما الربح يتوزع. انا بيحركني الموتيفيشن هل ده هيكون موجود؟ مليون في المية. انت جميله يا راجل انت جميله هو فات جدا هو فات. انا لو عرفت الاقي طريقه ان انا الدنيا تبقى بخير هو الراجل فار جدا قال انا هديكوا 35% لو عرفت كونسوليديت الارقام. لا لا ما هو لو ما عرفش كونسوليديت قال لك هديك ال 50 يعني هاخد ال 50% بس هقيم ال 15% على الفالويشن نفسها اللي انتوا متفقين عليها واديكم كان انا اشتريت اسهم تاني سكندري. يعني بصراحه مفيش احسن من كده. انا اسف يعني معلش هتكلم بالنيابه عن ايمن لو بعتذرني ايمن. 50% دلوقتي وتاخدوا 10% من ارباح احسن لكم بكتير وما تخلوش الموضوع يطول. يعني فكري بقلبك انت بتاعت ربنا. انا بفكر ايوه حسه بجد انا بقول لك اهو بينافسني على الموضوع بينافسني على الموضوع. انا بقول لك شركه الادويه اللي عنده هتخليكم توصلوا لكل صيدليه في مصر. يعني اول ما المنتج يبقى مرضي بالنسبه لهم كل صيدليه في مصر والسبيكس اللي عندهم والطريقه بتاعه الشهادات والحاجات مطلوبه جدا وعنده ار ان دي تيم وعنده معامل وعنده حاجات قوه اكبر حاجات في مصر من اكبر حاجه في مصر. وسيبك من الشركه انا شخصيا كمان معاكم في ظهر انتوا كمثال. انا عايز اقف ادعمكم باي طريقه. احنا كنا وانا هدعم انا ميرسي جدا والله. انا 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 معاكم تارجتينك انا معاكم كمان لو يعني بيرسونلي عشان المثال ده هو ده اللي بيخلي الواحد يقوم الصبح. بالظبط والله العظيم والله يعني الباشن ده الاسئله اللي انتوا بتسالوا كل الحاجات الصح وبتقولوا كل الكلام الصح المظبوط. لا وتعبتوا تعبتوا فدي ناس عرفت الطريق يعني دي ناس عارفه احنا حابين نيجي بعد شهر عشان بالباكج الجديد بس يعني انا عاجبني الباكج احنا مش راضيين عنه لحد دلوقتي يعني احنا عايزين بجد والله احنا عاجبني ودي الحلاوه بتاعتكم اكشلي ان انتوا مش حاجه بتعجبكم يعني خلاص انا ساتسفايد عن الحاجه. احلى حاجه فيكم ان انتوا كمان الامبروفمنت المستمر ده يعني دي علامه النجاح ان انت ما تبقاش راضي عن نفسك كل يوم الصبح ده حقيقي عايز احسن واحسن. ايوه بالظبط انا يعني فعلا كويس الكلام اللي حضراتكم قلتوه. فالاوفر بتاعي لو عايزه تخشي معايا في الاوفر بتاعي وات ايفر بيرسنت ات از انا هدخل معاك في الاوفر بتاعك انا داخله معاك بس في اوفر هنا هيساعدنا برضو في الديستريبيوشن فود ديستريبيوشن كده انا اي بروميس انا عندي شركه. معلش هو الانسان طماع بطبعه يعني لا 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 انا وانا لو ايمن دخل انا برضو هساعد في ديستريبيوشن بطريقه معينه. ما شاء الله حفصه 6 سنين ما شاء الله عمر سنتين ونص ما شاء الله يعني عندك بيبي سنتين ونص عندي ثلاث ولاد منهم سنتين ونص وبتشتغلي كده. هو كان بيروح معاها وهو عنده شهرين تاخده كنا شغالين في مخزن الاول كان بتاخده معاها المخزن حاجه جميله احنا الحاجه الاهم من الفلوس الفلوس مهمه جدا طبعا اهم من كده ان انا يعني انا حابب استثمر في اولادي في اولادي تمام جوجو هي اللي تظبط البي اتش بتاعه البرودكتس بالمناسبه انا حابب اسيب لهم كيان يا رب بعد ما بعد ما بص ده يعني ده الوعد ان شاء الله باذن الله الشخصي انا ماليش دعوه باي حاجه ليها دعوه بالشركه يعني يعني ده الوعد الشخصي اللي ما بيننا كلنا اللي منا كلنا ليكم بجد والله عشان لو احنا بنعمل البرنامج ده عشان اي حاجه احنا بنعمل البرنامج عشان المثال اللي انتوا مثلتوه النهارده احنا وريته للناس ان البذره بتطلع ان البذره بتطلع لوحدها ما في حد بيطلعها. في حاجه تانية يعني احنا عشنا في السعوديه يعني تقريبا 6 أو 7 سنين على المستوى الشخصي طارق يعني انا عايز المنتج المصري يطلع بره ان شاء الله باذن الله في السوق الخليجي والشرق الاوسط والعالم كله ابقى فخور ان امسك حاجه بره تبقى احنا شبعنا من كلمه ان ده مستورد احنا نقدر نعمل يعني بص طول ما انتوا عندكم الاهداف والحلم ده كلها هتيجي
شاء الله. بس عشان انتوا مصدقين، انتوا مصدقين، انتوا مصدقينها، انتوا مصدقين والله. شكرا. طب يلا قولوا مبروك كونسلت ولا ثانية. طيب اتفضل اتفضل. دقيقة واحدة. مين بقى هتجيبوا؟ مين التاني؟ لا بس هيتشوف. هنتكلم، هنتكلم مع بعض، مش هنسمع. لا لا اسرار. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. تكلموا صعيدي ولا تعرفوش تكلموا صعيدي؟ طب احنا مش هنفهم حاجة. جدا جدا جدا. احنا هناخد الاوفر بتاع ايمن، بس هو هيكون 35%. احنا مش عاوزين 10% ومش عاوزين برضو 15% اللي هي تبقى في النص دي، فال 35 في يعني 35%. ما بيهزروش يا جماعه، صعيده ما بيهزروش. بيقطعوا الفرط الموضوع في ساعتها. برافو عليكم. يعني انا كده مش عارف اتكلم، انا كده هبقى بيرسون، مش عارف اتكلم باسم الشركه، ولكن انا عشان الشركه ليها ظروف معينه، بس انا موافق كايمن، وهنحاول هحاول ان انا اقنع مجلس الاداره بتاع الشركه ان احنا نشوف ازاي نقدر نعمل كونسوليديشن بالطريقه اللي هو قال عليها. تمام. ولو ما اقتنعوش انا معاكم بال 35%، وبرضه هنشوف نقدر نعمل ايه بالنسبه للتعاون مع الشركه. تمام. واحنا بنوعدكم ان احنا مش بنتكلم عن البرودكتس دي بس. أوكي. احنا لسه في عندنا كتير كتير كتير. انتوا يعني هنعيش مع بعض ان شاء الله. يعني لو انتوا سخنين انا طمعين قوي في البيزنس. عايزين نعمل حاجه كبيره جدا. انا عايزك يعني ان شاء الله باذن الله. عايزين ده ده ده, ده, ده الوقود النووي. يلا مبروك. شكرا شكرا. انها كانت طالعه بجد والله الشاركس بجد، يعني المره دي طلعوا جدعان جدا. طالعه شكرا. برافو عليك برافو عليك. ربنا يبارك. برافو عليك برافو عليك. مبروك. شكرا. انا عاوز احضر انا كمان. برافو عليك برافو عليك. ربنا يحفظك لنفسك. ميرسي. شكرا. حاسه نفسي بحلى. لا والله الف مبروك. شكرا شكرا. مبروك مبروك. البحث عن عروض. البحث عن عروض. شكرا شكرا يا عروض. صح صح. انا افتكرت شال انت من اول ساعه. انا معاك والله والله. انا بجد انا هدعمكم بكل الطرق اللي اقدر ادعمكم. ايوه حبيبتي. ايوه شكرا. سلام عليكم. سلام عليكم. مبروك. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.